رح يرجعوا ينتخبون هني زيتون. المشهدية مختلفة هالمرة. جو الماشي أنه سعد حريري ما رح يترشح وفي شيء بالشخصي. الانتخابات النيابية لتيار المستقبل من دون العامل المالي صعب. كم نايب ممكن يخسر التيار من عدد؟ ما أعرف. فلاد؟ أكيد. تراجع للتيار الوطني الحر بتقدم للقوات اللبنانية. أكيد بدنا نشتغل هذا الحكي. بدهم يبحثوا جديا كيف بدهم يشدوا عصابهم. بدأت ألمس تراجع للثنائي الشيعي. مين الوجوه الأبرز من الثورة اللي ممكن تمرق بهيدي الانتخابات؟ كثير قوي. جبال. نائبين اللي بده يطلعوا سيقلق حركة أمل. أشرف ريفي، سليمان جعبيت عنده حظوظ أكبر بكثير. ستريدا، جوزيف سحاق، ويليام طوم. نعم. حيالله خلل. النائب الشيعي بجبال رح يكون خارج في ثلاث صور. يعني بدك تقول لي انه حزب الله ما رح يجيب نائب شيعي بجبال؟ ما بيقدر يجيب. شوف شو هالحلقه القاسيه هي. شامل ركض شو وضعه؟ مستحيل. الاقوى اليوم بالمتن. قلت وقتها انه ما رح تنجح ونجح. هالمره بولا ستنجح؟ فلاد 100%. نديم او يمنى؟ انا برايي يمنى. تراجع للتيار الوطني بالاشرفيه كبير كثير. معركه قاسيه. زحله كش ملك. هالانتخابات ما رح نشوف مثلها بحياتنا. ربيع الهبر ضيف توني خليفة بسؤال محرج الخميس بعد الأخبار على الـ LBCI وصوت بيروت انترناشنال.